كريم عليك التوه ما وصل؟ والله انا مسوي الطلب من اول امس. اجل كلمهم. جوالي تقريبا في الميتنج روم. افتح انت التطبيق وشوف الطلب. لا حول. خلاص انا بتصرف انا بتصرف انا بروح اطلب. انت عادي كذا سيب جوالك في اي مكان؟ لو بعد مفتوح؟ لا تكبر السالفه، كنت في اجتماع وتركته هناك. طيب ليه ما انت مخليه يسكر اوتوماتيك؟ يسكر اوتوماتيك؟ ليه؟ ترى زوجتي ما تشتغل معي. يعني انت ما في شيء يخوفك الا زوجتك؟ ما انت خايف احد غريب يفتح جوالك؟ وش راح يشوف يعني؟ كل شيء، صورك وبياناتك الشخصية، وراح يصير الاكسس لكل حساباتك، ولو انت رابط اي شيء بحساباتك البنكية ترى الموضوع راح يصير اخطر واخطر يا رجل. والله يا اخوي هذا ممكن يصير اذا انسرق الجوال او ضاع. ترى معاك حق، عشان كذا لازم تسوي باسورد قوي للجوال، وطبعا لازم تسوي باك اب لبياناتك الشخصية في حال لو ضاع الجوال. من جدك؟ تفتكر الموضوع مهم لهذه الدرجة؟ طبعا يا رجل، على كل عشان الخصوصية. ألاك بيوصل بعد 10 دقائق. صح تذكرت، زوجتك مرسلتك رسائل كثيرة، رح رد عليها ضروري.